جهود هامة أيضاً واستثنائية لإدارة المشاريع الإنتاجية، وهي إحدى إدارات قوات الجيش العربي السوري المختصة بالمشاريع الإنتاجية الزراعية. طبعاً سلمى، اليوم مجالات واسعة ومتعددة للاستفادة من المصادر الطبيعية بسبيل الإنتاج والتسويق أيضاً عبر المؤسسات الاجتماعية، ورح نتعرف عليه اليوم بشكل أوسع مع ضيفنا يلي صار معنا بالاستديو، المقدم الطبيب سامر محمد. وأهلا وسهلا فيك من إدارة المشاريع الإنتاجية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وينعاد عليكم، كل عام وأنتم بخير. ينعاد على الجميع وأنت بخير يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك عن إدارة المشاريع الإنتاجية، خلينا نعرف أكثر مشاهدينا اليوم على هذا الجزء من الجيش العربي السوري مهامه. نحن قبل كل شيء بدنا نترحم على روح الشهداء اللي رووا بدمائهم تراب هذا الوطن الغالي، وبدنا نعايد قائد الوطن، قائد الفريق بالشارع حافظ الأسد، وجيشنا بعيده، الجيش العربي السوري، هذا الجيش اللي أدهش العالم بصموده وعقيدته النضالية، واللي كسر على أسواره جميع المطامع العدوان، وأصبح مدرسة يحتذى بها بالصمود والتصدي. وإدارة المشاريع الإنتاجية هي إحدى إدارات الجيش العربي السوري المعنية ومختصة بالإنتاج الزراعي بشقي الحيواني والنباتي، اللي تأسست عام 1973 27/3، وتعتبر هي أحد منجزات الحركة الصحية القادمة لقائد المؤسسة حافظ الأسد. وإدارة المشاريع الإنتاجية من أهدافها تأمين حاجة الجيش العربي السوري بالمواد الغذائية الأساسية بأرخص تكاليف، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، خلق الوعي الإنتاجي، خلق روح تنافسية بين العاملين بالمقاتلين أو حتى العاملين بالمؤسسة نفسها. فهي مهام إدارة المشاريع الإنتاجية. خلينا نحكي عن الجانب الإنتاجي الزراعي اليوم ومشاريعكم بهذا المجال، شو عم تتضمن بالضبط؟ المشاريع الزراعية هي بتاخذ شقين، شق نباتي وشق حيواني. الشق الحيواني بياخذ وحدات إنتاجية مقسمة عنا نسميها نحن تعاونيات، تعاونيات مختصة بإنتاج لحم الفروج، وتعاونيات مختصة ببيض المائدة، وتعاونيات مختصة بإنتاج صوص الفروج بعمر يوم واحد، بالإضافة للمشاريع الزراعية الأخرى، بالإضافة للمعامل المختلفة. بالنسبة للتعاونيات المختصة بإنتاج لحم الفروج، عملت إدارة المشاريع الإنتاجية لرفع سوية الإنتاج من خلال إدخال وحدات إنتاجية جديدة بالعمل، ورفع بيئة العمل من خلال تطويرها، فأدى ذلك لرفع سوية الإنتاج كما ونوعا. فإدارة المشاريع الإنتاجية العام الماضي أنتجت ما يقارب 875 طن لحم فروج مجمد مصحوح موضب. السنة نحن عم نسعى لننتج بحدود 1100 طن لحم فروج. إدارة المشاريع الإنتاجية بلشت بإنتاج ما يقارب 5 مليون بيضة نهاية العام الماضي، بداية هذا العام أنتجنا 25 مليون بيضة. الخطة حاليا والسعي نحو إنتاج 35 مليون بيضة. بالنسبة لموضوع صوص الفروج، صوص الفروج هو النواة في تعاونيات الفروج لإنتاج لحم الفروج. فنحن من مبدأ الاكتفاء الذاتي إدارة المشاريع الإنتاجية عملت التعاونية وفيها مفقاس بتنتج صوص بعمر يوم واحد. نحن بننتج ما يقارب سنويا شيء 900 مليون صوص. حاليا تم صيانة وتم إنجاز حضانة بتنتج ما يقارب 99,000 صوص. لرفع سوية الإنتاج صار ننتج ما يقارب 1,300,000 صوص. 1,300,000 صوص هدول بيغطون حاجتنا كإدارة إنتاجية لإنتاج لحم الفروج المطلوب، والزائد نحن نطرحه بالسوق المحلية كتدخل إيجابي. هذا بيؤدي لاستقرار بالسوق، يعني أحيانا بيقولوا نزلت الأسعار كذا، هذا التدخل هو اللي بيسبب استقرار بالسوق وبيسبب الانخفاض بالأسعار. أما بالنسبة لموضوع المعامل، فنحن عندنا مثلا معمل حلاوي الطحينية، فينا ننتج ما يقارب 1,000 طن حلاوي بنغطي الجيش العربي السوري باحتياجه منه. حاليا في عنا خطة ابتدأت من اليوم من عيد الجيش بإنتاج ما يقارب من هون لنهاية العام إنتاج ما يقارب 600 طن حلاوي. في عنا معمل العسل بننتج عسل بمختلف الأنواع ما يقارب 8 طن، بالإضافة للسكاكر، سكر البربوليس، سكر عسل الزلوم. في عنا معمل النباتات الطبية، معمل النباتات الطبية من المعامل الرائدة على مستوى العالم، يعني اخذ جوائز عالميه سواء من شهاده الايزو من هيئه المواصفات البريطانيه من مدريد، مكسيك، امريكا، هولندا.
بينتج ما يقارب 350 ألف علبة نباتات طبية، بينتج ما يقارب 14 مليون كبسول. طبعا النباتات الطبية هي بتاخذ 64 نوع، مثل عندنا الزعتر البري، عندنا المليسي، عندنا القصص هي. طبعا بيشرف عليها ووضعت هاي الخلطات من خلال كوادر فنية علمية اللي هن أساتذة بالجامعات. بالإضافة تقوم إدارة المشاريع الإنتاجية بالتواصل العلمي مع الجامعات. فمؤخرا من عدة أيام أخذنا الدرع من إحدى الجامعات السورية للخبرة العلمية والعملية في مجال العلم والبحث العلمي. يعطيكم العافية، ألف مبروك. أكيد نحن فخورين بكل مؤسساتنا اللي تتبع للجيش العربي السوري، ومنها أيضا المؤسسات الاجتماعية العسكرية، المؤسسة الإنتاجية وما إلى ذلك. طبعا الإنتاجية علامة فارقة بالسوق السورية. صحيح. لأنه كلياتنا بنعرف قديش جودتها ونوع والأنواع اللي بتنتجها، وحتى المقارنة بالأسعار مع غير معامل. خلينا نحكي عن المؤسسات الاجتماعية العسكرية ودورها والتشبيك مع السورية للتجارة اليوم. مثل ما حضرتك قلت في جزئية دخلتوا فيها لا مثل ما بيقولوا تخفيض أسعار السوق ببعض الانتاج اللي أنتوا تشرفوا عليه. خلينا كمان نحكي اليوم عن دوركم بالتشبيك مع المؤسسة السورية للإنتاج. هلا قبل كل شيء نحن بدنا نشبك، بده يكون انتاجنا جيد، بده يكون انتاجنا ذو نوعيه ممتازه. فمثلا لو رجعنا شوي لورا بنقول عن الحلاوي، عندنا حلاوي حصرة من السمسم السوداني. السمسم السوداني هو اشهر انواع السمسم في العالم، ما بنصنع غير منه. السكر الابيض الكريستال، فهذا له رغبه بالسوق المحليه. لان احنا كجيش ما عم نسعى للاكتفاء الذاتي، فنحن بنغطي اول شيء احتياج الجيش العربي السوري من احتياجاته من المواد، بعدين نطرحها بالسوق المحلية. نطرحها بالسوق المحلية من خلال التشبيك مع المؤسسات ذات الدور الإيجابي مثل السورية للتجارة، مثل الأمور هي. فالزائد عنا من بيض، من حلاوة، من أي نباتات طبية بتمطرحه بالأسواق في حال كان زائد عن الحاجة. ونحن دائما وابدا عم نسعى للزيادة في الإنتاج وتحسين النوعية. يعني نحن السنة قلت لك عن موضوع المفقس 99 ألف صوص بالفقس الواحدة، يعني زدنا ما يقارب ال 400 ألف صوص. بالإضافة لهذا الحكي نحن عم نسعى زدنا عدد الوحدات الإنتاجية اللي كانت خارج الخدمة بفعل الأعمال الإرهابية المسلحة، وزاد بالتالي الإنتاج. فعنا تعاونية مثلا أدخلناها على العمل، زاد إنتاجنا ما يقارب ال 175 طن. في حظائر جديدة دخلناها على العملية الإنتاجية، زاد فينا كل حظيرة لا يقل عن 25 طن. بالإضافة للسعي الدائم والمستمر لزيادة العملية الإنتاجية. هلا بالإضافة لهذا الموضوع عندنا موضوع الزراعة، الزراعة بشقة النباتي. كان عندنا أراضي زراعية غير مستثمرة بالوطن، تم اتباعها لإدارة المشاريع الإنتاجية، تم استصلاحها، تم بدء بزراعتها. يعني نحن السنة استثمرنا ما يقارب 700 دنم زرعناه بالمحصول الاستراتيجي القمح لتأمين البرغل. السنة هي هلا حاليا عم نخطط لنهاية العام مشان نزرع قمح بقارب 1100 دنم. كنا مثلا زارعين 59 دنم باذنجان، حاليا مخططين وعم نزرع حاليا ل 118 دنم. فحاله مضطرده العمليه. حتى موضوع النباتات الطبيه اللي حكينا عليه، نحن ادارتنا سعيت انه يكون موضوع اكتفاء. يعني حتى بنزرع نحن المليسه، بنزرع الورد الشاميه، بنزرع يعني كل النباتات الطبيه الاغلب الموجوده، وفوق كل هذا بناخذها ونحللها، عندنا مخابر طبيه وبنحللها. وإدارتنا ما توقفت عن هذا الموضوع، يعني دائما وابدا هي عم تسعى. نحن حكينا بالبداية انه نحن عم نسعى لنقدم الجودة الأفضل، الجودة الأفضل وبأرخص الأسمان، أرخص الأسعار. فنحن حتى مثلا عم يصير عندنا تكامل بإدارتنا نفسها. يعني مثلا الشق النباتي بده يزرعوا الأراضي وكذا، في منتجات الحيوانية الزرق عم نعطيهم إياها، عم يسمدوا الأرض، وبالتالي نحن عم نقدم منتج طبيعي. كمان في عندنا دراسات لتقديم الفورمي كومبوست، هذا جديد بالبلد عندنا وعم نسعى لتأمينه. هذا بحسن نوعية التربة، بقلل الاستهلاك، اللي لقب بالذهب الأسود تماما، وبيقلل الاستهلاك المياه، بحسن من نوعية التربية، بيزيد من الإنتاج. بالإضافة لدراسات أخرى، عملية تطوير مثل بناء معمل البرغل لسد حاجة الجيش العربي السوري. فات كمان مثل ما حكينا أنه كل شيء ممكن يفيد بيطرح بالسوق، وهذا الطرح كلياته عباره عن تدخل ايجابي. ونحن بالنسبه لنا الطرح هو عن طريق مؤسسات الدوله. يعني هلا مثلا السنه نحن زرعنا شعير، نحن بحاجه لشعير بما يخص معمل العلف عندنا، معمل العلف بينتج ما يقارب 6500 طن لتغطيه تعاونيات البياض والفروج وهي. فنحن من احدى المواد بحاجه له الشعير. زرعنا شعير، غطينا كامل احتياجنا لمده عام،
والباقي اعطيناه للمؤسسه العامه للاعلاف. المؤسسه العامه للاعلاف بدل ما تروح تشتريه باسعار غاليه اخذته باسعار رمزيه بالنهايه عم تعطيه للمزارع بسعر رخيص، فهذا يعتبر تدخل ايجابي من خلال المؤسسات الدوليه. ذكرت حضرتك سياده المقدم انه الانتاجات الحيوانيه اليوم، خلينا نعرف اكثر منك تفاصيل باللي بيتعلق باستثمار الثروه الحيوانيه اليوم، كيف عم يتم الاستفاده منها بظل هي الظروف، بظل الحصار، بظل كثير ظروف يمكن صعبه، كيف عم تقدروا تستثمروا الثروه الحيوانيه بشكل صح؟ استثمار الثروه الحيوانيه هو احد اهداف الاداره الانتاجيه. الإدارة الإنتاجية بتسعى لاستثمار الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية الموجودة بالبلد لتحقيق أفضل إنتاج وأكبر كمية من الإنتاج، وبالتالي تقديم غذاء نوعي للمقاتل بيحتوي بغذائه على البروتين اللازم. فنحن بهي الحالة بدنا نضافر الجهود كاملة لتحقيق هذا الإنتاج. من الجهود اللي ضافرت إنه إدارة المشاريع الإنتاجية سعيت من خلال إمكانيات الذاتية، طبعا نحن وقت نقول الامكانيات الذاتيه يعني في توفير، حتى في توفير بكلفه تحقيق المنتج او الصيانه او كذا. فاداره المشاريع الانتاجيه من خلال الطاقم الموجود، من خلال الكادر الموجود بادارتها، سعت لاجراء هاي الصيانات وسعت تذليل كافه العقبات الموجوده قدامها. يعني مثلا نحن عندنا من بين العقبات موضوع تامين المياه. انا اذا ما عندي مياه ما بقدر استثمر كامل الاراضي. فتغلبنا على القصة انه هون مثلا بيمشي حال ارض بعلية، هون بيمشي كذا، هون كذا، بالاضافة ادارة المشاريع الانتاجية مشان هذا موضوع الحصار سعيت لتوحيد المنتج. من خلال شو؟ من خلال توحيد الاراضي الزراعية بزراعة محاصيل انتاجية استراتيجية. يعني حاليا وهي قليل ما كانت تصير، نحن مثلا انتجنا حمص اللازم، انتجنا الفول، انتجنا البندورة، انتجنا انتجنا الباذنجان، انتجنا القمح، حاليا عم نزرع اراضي شاسعه للبطاطا. يعني البطاطا سواء للمقاتل او سواء حتى بالاسره السوريه كاد ما بتوجد مائده الا فيها بطاطا مثلا. صحيح. وكل هذا بيجي دعم ودور ايجابي بالبلد. هلا نحن اخذنا من عام 2023 من منتصف العام ونحن طالعين، اخذنا منهج تطوير، اخذنا منهج انه نحن لازم دائما ابدا المنحنى البياني يكون صاعد بالانتاج، يعني حتى السنين نحن مسمينه عامل انتاج. يعني بكوادره كلها، بالاضافه للروح المعنويه العاليه الموجوده حاليا بالاداره، فهي بيعطي دائما ابدا زخم للعمل الانتاجي. يعني كمان اضافه الى عملكم، خلينا نذكر هيك ولو اشاره بسيطه، المؤسسه الاجتماعيه العسكريه اليوم بتقدم، هي منفذ بيع، بتقدم كثير من الانتاجات اللي هي مو بس للجيش العربي السوري، ايضا للناس. يعني اليوم اللي بيمر بشارع الثوره جنب مثل ما بيقولوا سوق الخجة بيشوف احد الاماكن المنافذ اللي فيها مفروشات، فيها كثير ادوات كهربائيه باسعار مخفضه، واللي هي قدرت تنافس السوق. اليوم نعرف مشكلته معضله تجهيز اي بيت ان كان للشاب الجديد او حتى للعسكري. خلينا نحكي عن الدعم اليوم، هل في مشاريع بتدعموا فيها جنودنا بالجيش العربي السوري ممكن يكون هو منتج يدخل ضمن هاي المشاريع؟ هلا الدعم دائما ابدا موجود، ونحن عم تتفضل على المؤسسه الاجتماعيه العسكريه، هي بالدرجه الاولى مو بس للمقاتل. صحيح. هي حتى للمواطن، لانه منافسه كثير بتروح منافسه بكل ارجاء الوطن، وبتروح عليهم بتلاقي اسعار مخفضه. ونحن في كثير من منتجاتنا بنبيعها عندهم. مثل النباتات الطبيه، العسل، الامور هي بنبيعها عندهم وباسعار مخفضه، يعني حتى بتلاقي عاملين عرض كذا. فهون بصير التكامل، هون بصير العمل، وهون اللي حكينا عليه نحن موضوع رفع الروح المعنويه. انت وقت عم تقدمي هذا المنتج او كذا للمقاتل او حتى للمواطن، انت عم ترفعي روحه المعنويه له، وعم تخلقي بنفس الوقت المنافسه. صحيح. بين افراد الطاقم العامل. فهيك عم يصير التدخل. وبرجع لك التدخل بده يعني كثير معطيات، والمعطيات يعني بظروف وطننا وكذا عم تكون شوي صعبه، بس مع كل هذا عم نسعى لتذليلها، ويعني منطلقين انطلاقه مبهره. مثل ما قلت لك يعني كنا ننتج 5 مليون بيضه، انتجنا 25 مليون هي السنه. رقم كبير. عم نسعى لل 35، عرفت كيف؟ ليش؟ عم نطور. يعني نحن مثلا انت هالمكان اللي عم تربي فيه، عم تشتغلي فيه على كذا، ما فيك تتركيه مثل ما هو، بدك دائما بدنا نطور فيه. هلا حاليا نحن باحدى مشاريع البياض عم نطور فيه وعم نرجع نرمم فيه بحيث انه يواكب الحداثه، بس واكب الحداثه زاد الانتاج، زاد الانتاج صار في تدخل ايجابي وتامن المقاتل بنفس الوقت. بختام لقائنا، شو بتحب كلمه تتوجه فيها بهذا اليوم الاستثنائي بعيد الجيش العربي السوري؟
قبل كل شيء بدي اقول كل عام وانتم بخير للجميع، للوطن، لقائد الوطن، للجيش العربي السوري. ونحن بنعهد لقائد الوطن وللوطن ان نكون جند الاوفياء ونكون يعني نبذل قصارى جهدنا لنحقق الهدف من وجود الاداره الانتاجيه، وهو انتاج الانتاج الحيواني والنباتي باحسن انتاج وافضل كم. اكيد بالختام نتشكرك ونعيد عليك مره ثانيه ولكل طبعا جنودنا وابطالنا سواء كانوا بالميدان او ايضا باي اداره من الادارات التابعه للجيش. شكرا لوجودك. اهلا وسهلا. شكرا لك مقدم الطبيب سامر محمد، واكيد كل عام وانت بالف خير. اهلا وسهلا. نشكر هذا اللقاء ونشكر هذا البرنامج. شكرا كثير لكم.